نهاية حب لا نهاية قصة. عزيزتي أعزائي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم في هذه الصفحة الجديدة من صفحات من ذاكرة الزمن الجميل. وإليكم في هذه الكبسولة الحلقة 12، وهي الحلقة ما قبل الأخيرة من حلقات الأوتار المتعانقة بين فريد الأطرش وشادية بقلم الصحفي والناقد الفني مجدي فهمي، كما صدرت بمجلة الشبكة اللبنانية ابتداء من العدد 906 ليوم الرابع من شهر يونيو حزيران عام 1973، قيد حياة فريد وشادية رحمهما الله، مع التنويه بأن جل الصور التي تؤتي الكبسولة من اختياري، وتجدون في صندوق الوصف رابط الحلقات السابقة لمن فاته الاستماع إليها والاستمتاع بها، ولحظات مفيدة وممتعة. أقوى من النوبة الأولى النكسة. هذه حقيقة يدركها الأطباء جيدا ويحذرون من عواقبها، فمضاعفات المرض أشد وطأة من المرض نفسه، وهي حقيقة يعلمها العشاق أيضا. فنحن عندما نفقد حبيبا بالهجر أو الخصام نتخيل كل ما على غصن وجودنا وقد ذبل فجأة. الشموع المشعة تبدو خابية، والأحلام الزاهية تسقط عنها الألوان دفعة واحدة، والأماني الكبار تتحول إلى بالون فارغ من الهواء. إنها لحظات قاسية تلك التي نكتشف فيها أن مسيرة الحياة قد جرفت الهناء من حاضرنا إلى ماضينا، وأن كل أويقاتنا السعيدة قد نقلتها عقارب الساعة من اليوم والغد إلى الأمس الغارب. ثم فجأة تعود النار إلى المجامر الخامدة، وتعود أيضا الشموع الملونة تنير الحياة، وتسترد الأحلام لونها الوردي، ونملأ بالون الأماني بلهات الصدور. إنها معجزة الحب عندما يبعث ثانية. إننا نضاعف من اهتمامنا به وحرصنا عليه، كأنه ابن غال غادرنا ثم آب، فتضاعفت في النفس معزته. فريد عاد إلى شادية، أو شادية عادت إلى فريد، وفي المرة الأولى التي التقيا فيها قدم إليها معطف الفيزون الذي أحضره من باريس هدية. ليس مهما من خطى الخطوة الأولى، المهم أنها كانت خطوة إلى لقاء. فلو لم يتصل فريد بشادية من بيت تحية لاتصلت به هي. عندما يشقى العاشق في حبه الجديد فإنه يرتد تلقائيا إلى ذراعي الحبيب الأسبق. السجن الذي نهرب منه كارهين هو عادة الملاذ الذي نعود إليه طائعين. يكتب لها وحدها. كان اتصال فريد بشادية أصلا بقصد التعاون الفني. كان أثناء فترة زواجها من عزيز قد أعد لها مجموعة من الألحان الجديدة. حاول أن ينسى شادية الإنسانة، ولكنه استعذب التفكير في شادية الفنانة. هذه صورة من التحايل على النفس، سلم نتسلقه لنطل على أرض ليست لنا من موقع نعتبره لنا. وأذكر أن فريد أسمعني ذات يوم مطلعا غريبا يقول: إيش معنى كارتينو خطبوها وأنا لأ؟ وسألت من صاحب الكلمات، ورد ببساطة: أنا. قلت: هل تحولت إلى شاعر؟ وضحك وقال: تكفيني صفة الزجال. وذابت الابتسامة لتطفو الأحزان من جديد على صفحة وجهه، وأضاف: أنا أكتب لها، أحاول أن أجد كلمات تناسبها. كان يعني شادية، إنها لم تعد اسما على شفتيه، بل ضميرا غائبا يضاف إلى الكلام. وسألته: هل تتوقع أن تعود إليك؟ وسكت، وحاول أن يلملم صفحة الأسى المفرودة في حديثنا، فقال: لست أدري، ولكن الكلمات تبدلت في وجداني إلى يا ليت. كانت في نفسه بقايا أمل، شعلة صغيرة كشعلة الأمان في سخان الغاز، لا تدفئ ولا تنير، ولكنها قد تشعل اللهب الكبير الذي ينير ويدفئ. وأصبح للحبيب شفرة، وكان الطلاق. انفصلت شادية عن عزيز فتحي نهائيا.
أسقطت دعواها في القضية وتمت إجراءات الانفصال بتدخل الأصدقاء. وإذا كان الطلاق شادية من عماد حمدي أو لأزواجها، قد أسلمها للحزن فترة بسبب العشرة الطويلة، فإن الطلاق الجديد حركها في مواجهة الماضي بسرعة. ولم تعد الألحان عذرا لفريد، لم تعد المكياج الذي يغطي وجه العلاقة الحقيقي، فقد استأنف الاثنان حبهما تماما كما تستأنف دار السينما عرض الفيلم الطويل بعد استراحة بين فصوله. ولكن الحب المستأنف غير من طبيعته، لم يعد تلك الغرسة الخضراء التي تحتاج إلى رعاية العيون، بل تحول إلى زهرة مزروعة في غير أوانها، لا بد من حجبها عن النور وتيارات الهواء. كانا يلتقيان كثيرا وكانا يلتقيان بعيدا. سهراتهما عادة كانت في شقة العروسين الجديدين جلال معوض وليلى فوزي بعمارة ليبون، وكان العاشقان قد رصيا بزورقهما على شاطئ الزواج. أما مكان اللقاء المفضل فكان في عزبة صديق فريد المقرب محمد الوحش. وفريد كان يثق كثيرا في صديقه، أسراره كانت معه وخيوله كانت تجري باسمه. كان من المطرب العاشق في مكانة الوالد، وأوصت العائدة حبيبها بأن يتكتم تفاصيل علاقتهما. وهو حمل بدا ثقيلا على فريد، فهو إنسان قلبه على لسانه، وقد وجد صعوبة في التزام الأمر، ثم بدأ يجد ثغرات في قيود الحظر. كنت ألقاه في بعض الأيام فأرى السعادة تسكن عينيه وأسأله كيف الحال، ويرد على الفور بالأمس أكلت دجاجا بالمستكة. وترجمت الشفرة بالأمس رأيت شادية وتناولنا الطعام معا. الحلم الكبير الكامن. اتصال الحب ثانية ليس دائما سهلا، إنه مثل تجبير العظام المكسورة، لا بد من مهارة خاصة تضع القطعة أمام الأخرى، والشرخ إلى جوار الشرخ، والجزء المفصول على الجزء السليم، وإلا شكونا إلى الأبد، أو اضطررنا إلى كسر ما التأم مرة ثانية. وبعد الفورة الأولى للصلح كان لا بد من التفكير في المصير. كل رحلة لها نهاية، وكل خطوة تسير بنا إلى هدف معين. الحب ليس نزهة على دروب غير محدودة، المصير الحتمي والمنطقي في الحب هو الزواج. والفكرة كانت موجودة قبل أن يحدث ما حدث، فريد عبر عنها صراحة وخطها بيده في رسالته إلي. فهل بقي على عهده؟ لا، لقد تغير. الفكرة كانت رهينة بظروف معينة، فلما تغيرت الظروف انهارت الفكرة. البناء الذي يصلح لأرض معينة لا يصلح لغيرها. أما شادية فكانت تنظر إلى الأمور من الجانب الآخر، كانت تريد بيتا أكثر، كانت تريد أولادا. الأمومة هي الحلم الأبدي الذي يعيش في رأسها وقلبها. أن تسمع كلمة ماما تعادل عندها الدنيا بكنوزها. وإذا كان ابن شقيقها طاهر قد عاش في كنفها بعد طلاق أبيه، وإذا كان قد اعتاد أن يناديها ماما، فإن هذا لا يكفي. لا يطربنا أن نسمع الأغنية من مقلد، الطرب كله أن تكون من الصوت الأصيل. إنها تريد أن تسمع الكلمة الساحرة السحرية من ابن حملته في أحشائها وليس بين ذراعيها. شادية أم لجميع أطفال العائلة، تعطف عليهم، تغمرهم بالهدايا، وهي تجرب الأمومة مع مجموعة من العرائس تقتنيها وتعتز بها. هذه كلها عمليات تعويض. الأمومة الحقيقية مكومة في أعماقها، مثل مياه البئر الجوفية، لا بد من إزالة المعوقات التي تسد عليها الطريق. وذات لقاء في عزبة الوحش كانت المصارحة. فكرة الزواج تلاشت. مائدة الطعام هي عادة المسرح الذي تدور فيه الأحداث الهامة، القرارات والمصالحات والمشاحنات أيضا. وكانت المطربة التي تكبت الأحلام في صدرها تجلس إلى جانب العاشق الذي أصيب قلبه بالتصدع عندما دار بينهما حوار. قالت شادية فجأة
وبلا مقدمات، ما نهاية علاقتنا؟ وتوقفت يد فريد في منتصف الطريق إلى طبق أمامه وقال: مثل بدايتها. واحتقن وجه شادية وقالت: ماذا تعني بالضبط؟ وفسر الأمر ببساطة: المهم أن نكون سعداء معا، وليس مهم من نوع الرابطة. وتركت شادية المائدة غضبا، ولحق بها فريد محاولا وضع النقاط على الحروف. كانت تتوقع من فريد وهي في ظروف خاصة أن يحدثها عن الزواج، ولكنه لم يفعل. فكوب الماء يساوي ثروة للظمآن، ولكنه يتحول إلى شيء لا لون له ولا طعم ولا رائحة بعد الارتواء. وفريد كان ضامئا في باريس، أما في القاهرة فقد ارتوى كبرياؤه بعودة الحبيبة النافرة. لقاء العزبة كان النقطة النهائية في العلاقة وليس في القصة. اتخذت شادية يومها قرارا نهائيا بالرحيل عن دنيا فريد وأرض فريد وقلب فريد. هناك مثل يقول: المسمار لا يخرجه غير مسمار. ومثل آخر عامي يؤكد المعنى بكلمات مغايرة: عفريت يطلع عفريت. لا بد من مسمار يستل من غرس في الضلوع ويحل مكانه. وجاءت الظروف لصالحها، فقد دعيت إلى حفل أقيم في مؤسسة صحفية بمناسبة عيد إحدى المجلات التي تصدر عنها. وفي الحفل غنت، وفي نهاية الغناء التقت بفارس القلب الجديد. علاقة التيار المتقطع. أحبت شادية بعنف أو عاشت أعنف قصص حبها، ولكنها لم تنس فريد. كانت ذكراه مثل التيار المتقطع، يقوى تارة فتنهار ويضعف تارة فتدير وجهها. وفي لحظات الضعف كانت تدير قرص التليفون وتطلب رقما خاصا هو 8 1 5 0 1 3، ويرفع فريد أطرش سماعة التليفون فلا يسمع إلا الصمت. وكان فريد من فرط حرصه على العلاقة بعد استئنافها قد طلب تركيب تليفون ثالث في شقته، وقد وضع التليفون إلى جانب سريره وقصر أسلاكه حتى لا يرفعوه من مكانه، ثم جعل رقمه القريب من رقم تليفون سعاد حسني، تليفون الأخيرة يحمل رقم 8 1 3 0 1 5 سري. لم يعطه إلا لشادية والمرحوم عبد السلام النابلسي وأنا، ولم يكن أحد يستعمله سوى شادية. لذا كانت كل مكالمة صادرة عنها حتى لو كانت مجرد آها تعود بعدها السماعة إلى مكانها. وهذا التليفون بالذات كان وراء الأغنية الشهيرة التي لحنها محمد الموجي، نظمها عبد الوهاب محمد، وتقول كلماتها: مخاصمني بقال مدة وفللت الشؤن داني، كلمت سمعت حس وقفلت السكة تاني، اكمن يا ناس وحشني وخصام كمان حيشني، كلمت سمعت حس وقفلت السكة تاني، بالليل والدنيا ظلمة دورت نمرتو، وسكت ما قلت كلمة وانا بسمع همسته، قال الو ايوه مين وانا بيدي اليمين، خدت السماع ابوسها وقفلت السكة تاني، وفتحت الراديو مرة على غنوة بتعجبه. التليفون ودوره الهام. وعندما تعاقدت شادية على طبع الأغنية على أسطوانة، طلبت أن يضاف مقطع من أغنية الليالي لعبد الحليم حافظ، هو: كل كلمة حب حلوة قلتها لي، كل همسة شوق بشوق سمعتها لي. وكان ذلك حتى تبعد شبهات معينة عن مصدر الأغنية، ولكنها كانت كمن يكتب كلمة ملح على وعاء السكر بقصد إبعاد النمل، والنمل لا يقرأ وإنما يشم من بعيد. وإذا كان التليفون ذو الرقم السري قد لعب دورا خفيا في قصة شادية وفريد، فهو قد لعب دورا هاما جدا في حياة شادية. لقد أنقذها من الموت ذات ليلة. تغمد الله فريد الأطرش وفنانات وفناني الزمن الجميل بواسع رحمته، وغفر لنا ولهم، وأمد في عمر من لا يزالون منهم على قيد الحياة، ومتعهم بموفور الصحة والعافية.
وحتى لقاء آخر مع صفحة أخرى. تقبلوا تحيات أخيكم نعيم المامون.